السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي الكرام وأخواتي الفضلاء، معكم مصطفى صادق. قبل عدة أيام تلقيت دعوة من شركة الإنتر ديجيتال أونلاين للاشتراك في ويبينار اللي هو محاضرة أونلاين من قبل هذه الشركة حول موضوع اللي هو سيلولار إنترنت أوف ثينكس، واللي هو كونسنسس أراوند ليدرشيب إيمرجينج، اللي هو يعني إحصائيات عامة عن تقنية السيلولار إنترنت أوف ثينكس وال5G وما وصلت إليه آخر تطورات في هذا المجال. كان هناك مجموعة من المتحدثين في هذه المحاضرة، وكان هناك الكثير من المواضيع اللي راح يتحدثون عنها واللي راح نحاول انه نتطرق لها في هذا الفيديو. بعض هذه المواضيع كانت خاصة بالشركات، بعضها كانت خاصة بالباحثين، بعضها كانت خاصة بالمطورين. راح احاول انه في هذا الفيديو، طبعا هو الويبينار الاصلي كان مدة ساعة كاملة، راح احاول انه انا يعني نركز فقط على الامور المهمة بالنسبة للباحثين والمطورين في هذا المجال، ونهمل الامور الاخرى اللي هي خاصة بالامور الادارية والتجارية وبقية الاشياء. بداية، ما هو الكوميونيكيشنز سيرفيس بروفايدر؟ ما هو مزود خدمات الاتصالات؟ احنا نعرف سابقا اكو عندنا شيء يسمونه الاي اس بي اللي هو انترنت سيرفيس بروفايدر، مزودي خدمه الانترنت. هؤلاء طبعا هم شركات التي توفر لك خدمه الانترنت الى البيت او الدائره او المؤسسه او الشركه او الجامعه او اي مكان اخر. اليوم اكو عندنا شيء هو اعم واكبر او اوسع من هذا الشيء، اللي هو الكوميونيكيشنز سيرفيس بروفايدر، هو مزودين خدمات الاتصالات. وطبعا خدمات الاتصالات تحتوي في داخلها الانترنت، الانترنت اوف ثينكس، وكل انواع الاتصالات الاخرى اللي هي سيلولار نتوركينج وغيرها. اليوم اكو عندنا 30% من المزودين حول العالم هم موبايل اوبريترز، مجرد مزودين او مجهزين خدمه الهواتف النقاله. اكو عندنا 36% اللي هو الكونفيرجد اوبريترز فيكست اند موبايل اسيتس، اللي هم مزودين خدمات الاتصال للشبكات الثابته والمتحركه. وبقيه التفاصيل الاخرى 9% للمزودين خدمات الاتصالات للمؤسسات، 9% للبرودباند اكسس اللي هو الفايبر اوبتيك والدي اس ال والفيكست وايرلس وغيرها، وبقيه التفاصيل الاخرى. اللي يهمنا من هذه كلها انه اكو عندنا اكثر من 36% هي خاصه بالشبكات اللاسلكيه، واللي هي يعني بصوره مختصره نسميها السيلولار، شبكات الخلويه. هؤلاء هم مزودين يعني خدمات الاتصالات في حول العالم. طبعا تم عمل هذه الاحصائيه ل 87 شركه يعني او مؤسسه تزويد خدمات الاتصالات في مختلف دول العالم. طبعا اغلب هذه الشركات كانت في امريكا، طبعا لانه اغلب هذه الشركات هي اصلا عامله في امريكا. 54% من الشركات التي تم اخذ رايها هي موجوده في امريكا، يعني يقصد بها الولايات المتحده الامريكيه. اكو عندنا 15% من الاسيا باسيفيك اللي هي واستراليا، يعني شرق اسيا واستراليا. 2% من افريقيا، 5% من الشرق الاوسط، 17% من اوروبا، 4% من السنترال ساوث امريكا، يعني هذا طبعا امريكا الجنوبيه والمكسيك وغيرها، واخيرا 3% من كندا. هذه هي الشركات اللي تم اخذ رايها بهذه المواضيع. طبعا المهم هو ليس فقط عدد الشركات او احصائياتها، وانما المهم هو رايها، اللي هو الريفينيو فروم ذا انترنت اوف ثينكس سيرفيسز توداي. هذا هو الشيء الذي هو كان شوكينج يعني او شيء صادم بالنسبه للناس اللي قاموا بهذه الاحصائيه. تم سؤال هذه الشركات، ال 87 شركه التي تقوم بتجهيز خدمات الاتصالات لكل دول العالم، يعني 87 شركه مثل ما ذكرنا، وسالوهم هاو ماتش يور ريفينيو كمز فروم انترنت اوف ثينكس سيرفيسز توداي، يعني كم من العائدات التي تاتيك كشركه اليوم هو يعني لها علاقه بالانترنت اوف ثينكس. ما الذي افادكم به الانترنت اوف ثينكس؟ ما الذي اضافه لكم انترنت الاشياء لهذه الشركات؟ طبعا 25% من الشركات قالت بانه الانترنت اوف ثينكس زايد لنا الارباح بنسبه 1 الى 5%، واللي هو شيء اقل بكثير من اللي كانوا يتحدث عنه الاحصائيات الى حد وقت قريب. 24% من الشركات الاخرى قالوا بانه احنا انترنت اوف ثينكس زايد لنا الارباح مالتنا من 5 الى 10%. يعني نصف الشركات تقريبا، نصف الشركات بالعالم تقول بانه انترنت الاشياء لم يزد الخدمه او لم يزد الارباح اكثر من 10%. بعد ذلك طبعا اكو عندنا 12% يقولون بانه زايد لنا الارباح من 10 الى 15%، 3% يقولون انه زادت الارباح عندنا حتى 20%، واخيرا اكو عندنا 19% يقولون بانه انترنت الاشياء لم يقم بزياده الارباح بالنسبه لنا حتى بنسبه 1%، يعني اقل بنسبه 1%. فبالتالي تلاحظ بان هنا تقريبا ثلاثة ارباع العالم او ثلاثة ارباع الشركات المزودة للاتصالات في العالم تقول بانه انترنت الاشياء وبعد تخصيص المليارات له لم يكن كما توقعنا، اي ان هناك tendency to overestimate in the absence of real data. طبعا هناك يعني شنو overestimate؟ يعني مبالغة في فكرة او قيمة الانترنت of things. يعني الكثير من الشركات كانت تتوقع أن إنترنت الأشياء سيكون هو الثورة التي تقوم بقلب الموازين ومضاعفة الأرباح وإلى آخره. ولكن هل هذا الشيء هو شيء يعني is this a good news or bad news؟ هل هذه أخبار جيدة أو سيئة؟ في الحقيقة هي أخبار جيدة، لأنه مهما يكون من الأمر طبعا يعني هناك دائما أكو زيادة بالأرباح بالنسبة لهذه الشركات.
خصوصا اذا اخذنا بنظر الاعتبار انه كل هذه الشركات حاليا تقوم بتطبيق هو جزء من انترنت الاشياء. انترنت الاشياء كتقنيه حقيقيه لم تكتمل 100% في اي مكان في العالم. وبالتالي هذا هو الفائده الرئيسيه من هذا الويبينر، فقط لتوضيح الالتباس او الشك او المخاوف التي قد تراود الناس المختصين في هذا المجال او الذين يفكرون في ادخال تقنيات انترنت الاشياء الى شركاتهم ومؤسساتهم، سمارت هوم، سمارت بيلدينج، في اي مكان اخر. بدايه طبعا في سنه 2017 ما هي كانت الارباح او مصادر الارباح للشركات او الناس العاملين في انترنت الاشياء؟ اكثر شيء كان عندنا للترانسبورتيشن واللوجيستكس، يعني الخدمات اللوجستيه والنقل. بعد ذلك اكو عندنا الاندستريال انترنت اوف ثينجز اللي هو انترنت الاشياء الخاص بالعمليات الصناعيه. بعد ذلك السمارت سيتيز، ثم السمارت بيلدينجز يعني المدن الذكيه، البنايات الذكيه، الهيلث كير اللي هو طبعا لحد الان لم ياخذ مداه الكامل في مجال الانترنت اوف ثينجز، لانه اغلب التطبيقات في المستقبل راح تكون هي يعني موجهه الى هذا المجال. الكاستمر كونسيومر انترنت اوف ثينجز، السمارت هوم، الكونكتد كارز. كونكتد كارز طبعا لحد الان ايضا في طورها الاولي، في المستقبل راح تكون يعني اكبر بكثير. هذه هي الارباح التي عادت على الشركات في سنه 2017 بما يخص الانترنت اوف ثينجز. طبعا هذه الكيرفات ممكن انه تتغير بشكل كبير جدا اذا اخذنا 2018 بعين الاعتبار، وكذلك حتى في المستقبل. Importance of Internet of Things Market من 2018 لحد 2020، عندما قاموا بسؤال هذه الشركات ما هي أهمية Internet of Things بالنسبة لكم، يعني من سنة 2018 إلى سنة 2020، أيضا الشركات قالت بشكل رئيسي بأنه أكثر شيء هم يركزون عليه هو Industrial Internet of Things، يعني تطبيقات إنترنت الأشياء للمجالات الصناعية. بعد ذلك الهيلث كير مثل ما ذكرنا لأنه مهم جدا. Internet of Things الخاص بالكونسيومرز المستهلكين، لأنه يعني له علاقة بالwearables والhouses وغيرها. بعد ذلك الترانسبورتيشنز اند لوجيستكس وبقية التفاصيل الأخرى. هذا طبعا weighted average، يعني هنا فقط يوضح لك 2.56 out of 3، يعني الأكبر شيء هو 3، فقط لتوضيح العلاقة ما بين هذه المجالات المختلفة، وفقط لإعطاء فكرة عن المجالات التي يستطيع إنترنت الأشياء أن يقوم بتطويرها في المستقبل. الاي او تي استراتيجي، طبعا ما هي الامور التي ايضا عندما قاموا بسؤال هذه الشركات قالوا لهم ما هي الامور التي حاليا تقومون بتخصيص الكثير من الاموال لها فقط لتطويرها في مجال انترنت الاشياء. وايضا كالعاده اول شغله واهم شغله هي السكيورتي، امنيه انترنت الاشياء هو اكثر شيء تركز عليه هذه الشركات. بعد ذلك الكونكتيفيتي بروفيجن، قابليه الاتصال ما بين الاجهزه المختلفه. الداتا مانجمنت، اداره البيانات. الديفايس مانجمنت، اداره الاجهزه، التطبيقات وما يعني وعلاقتها بهذه التفاصيل. الابلكيشن انهانسمنت، تحسين هذه التطبيقات، طبعا اغلبها هي راح يكون تحسين هذه التطبيقات بالاجهزه الذكيه او الهواتف النقاله. السيستم انتجريتر، البيلينج، السيستم اوبريشنز الى اخره. مثل ما ذكرت الكثير من التفاصيل موجوده في هذا الويبينار، راح احاول انه اركز فقط على الامور التي تخص الباحثين والمطورين. هذه ممكن انه تكون مهمه للشركات اللي هي تشتغل اوريدي، يعني انترنت اوف ثينجز سيرفيسز او بروفايدرز او سوليوشنز، واللي هي ما اعتقد موجوده في اغلب يعني بلدان العربيه. ايضا سالوهم ما هي الامور الرئيسيه اللي تحاولون انه بالنسبه للبولينج مثلا، اغلب الشركات قالت بانه نوت فيري امبورتنت، طبعا 55%، بعضها قالت سموت امبورتنت يعني 38%، و 7% فقط قالوا انه ليست مهمه بالنسبه لنا. بالنسبه للسيستم انتجريترز هي كيفيه تكامل الانظمه الحاليه الموجوده مع الانظمه المستقبليه التي تستخدم انترنت الاشياء، ايضا يعني 54% قالوا بانه هذا الشيء فيري امبورتنت، مهم جدا، اي انه الناس اللي يشتغلون في هذا المجال كيفيه عمل انتجريشن للانترنت اوف ثينجز مع الانظمه القديمه التي الغير عامله بتقنيه الانترنت اوف ثينجز، طبعا راح يكون هذا لهم دور كبير جدا في الشركات اليوم وغدا وفي المستقبل القريب. ايضا الايكو سيستم نيد فوكس، ايضا مثل ما ذكرنا هنا عندك 43% اللي يقولون بانه فيري امبورتنت، اللي هو الايكو سيستم اوركستريتر اللي هو هذا الشخص المسؤول عن كيفيه ربط وضبط يعني الانظمه القديمه مع الانظمه الجديده اللي تعامل بتقنيه الانترنت الاشياء. بعضهم ايضا يقولون 45% يقولون سموت امبورتنت، فتلاحظ بانه اكو عندك تقريبا 90% منهم يقولون بانه هذا الشيء مهم جدا في انظمتنا المستقبليه. طيب هنا الشيء المهم اللي حابيت انه اركز عليه، واحد من الامور المهمه، هل انه انترنت الاشياء الذي يعمل اليوم في بعض الدول هو فعلا انترنت الاشياء؟ يعني عندما يقومون يعني عندما يعملون بتقنيه ال 2G وال 3G، هل هم فقط هم فعلا يعني هذه هي انترنت الاشياء؟ بالحقيقه هنا اقول لك بانه يعني الانترنت اوف ثينجز مش بالدرجه الاساس راح يعتمد على LTE، اللونج تيرم ايفوليوشن، الاصدار ام اللي هو الاصدار الاخير من عنده اللي هو 4G.
بعد ذلك بالدرجة الثانية راح يجينا الـ 5G، وبعد ذلك يجينا النارو باند انترنت اوف ثينكس اللي هي ايضا تقنية جديدة للاتصال موجودة حاليا ويتم تطويرها، وحاليا هي تشغل المرتبة الثالثة عالميا من حيث دعمها لانترنت الاشياء وربط يعني اجهزة انترنت الاشياء مع بعضها البعض باستخدام هذه التقنية. بعد ذلك تجينا الجي اس ام واللورا والسيج فوكس. اللورا والسيج فوكس اللي تحدثنا عنها سابقا في احدى الكورسات اللي تحدث عنها استاذ سيزار موصلي اللي هي تتحدث يعني فقط عن انه كيفية نصب ابراج لتزويد خدمات الاتصالات فقط لاجهزة انترنت الاشياء وليست يعني بصورة عامة للانترنت والاتصالات وغيرها. واخيرا تجينا الاذر لو باور وايرلس اكسس، هذه طبعا في الدرجة الاخيرة حاليا ولكنها ستاخذ يعني مدى كبير جدا في المستقبل. القصد او الغرض من هذا السلايد اللي هو مهم جدا انه انترنت الاشياء بكل قيمته ومواصفاته والوعود التي يعد بها للشركات سيعمل بشكل رئيسي على ال 4G 5G والنارو باند انترنت اوف ثينكس، اي انه الناس اللي يشتغلون 2G و 3G ومقتنعين انهم ما قاعد يشتغلون انترنت اوف ثينكس، يعني احب اقول لهم بانه يو ار رونج، يعني الانترنت اوف ثينكس من الصعب انه يشتغل على شبكه 2G او 3G ويحقق الاهداف المرجوه من عنده، لانه اصلا هي 2G وال 3G تعاني من مشاكل كبيره من ناحيه الديلي والليتنسي والانترفيرنس وغيرها من المشاكل الاخرى. التكنولوجي اللي راح تجينا ابتداء من 2018 ويعني وصولا الى 2022 ال LTE الاصدار الامن اتها راح تحصل 33% يعني كنسبة للإنترنت أوف ثينكس ابتداء من 2018، بعد ذلك راح تحصل 34% من 2019 وبدرجات أقل 2020 21 22 إلى آخره. وطبعا يعني آخر شيء هنا 10% نوت بلان تو سبورت. الـ 5G راح طبعا راح تكون مثل ما ذكرنا سنة 2018 هي تدعم لنا الإنترنت أوف ثينكس، ويعني مثل ما ذكرنا في واحدة من المحاضرات السابقة أنه الإنترنت أوف ثينكس والـ 5G هما كلاهما يعني صمم من أجل الآخر. يعني الانترنت اوف ثينكس لم يكن ليرى النور لولا الوعود التي تعيدها ال 5G بالسرعة وعدد الأجهزة الكبير جدا الذي يمكن يعني ربطها في الشبكة وغيرها من الأمور الأخرى. كذلك يعني فكرة الانترنت اوف ثينكس اللي موجودة صار لها سنين طويلة لأنه هي موجودة ولأنه سيكون هناك مليارات الأجهزة التي تتصل مع بعضها البعض، هذا الشيء الذي شجع الباحثين والمطورين على المضي قدما في يعني إقرار الفايف جي كستاندرد والعمل على تحويله من مجرد فكرة إلى أجهزة ويعني صناعة وموجودة حول العالم طبعا اليوم. والربط فيما بينهما سوية هو النارو باند انترنت اوف ثينكس واللي هو أيضا يعني كتكنولوجيا جديدة بصراحة لحد الآن أنا ما عندي معلومات كثيرة عنها، ولكنه يعني من خلال المعلومات البسيطة اللي عرفت عليها يبدو أنه هي راح تكون تقنية رائدة وواعدة راح تحاول بشكل من الأشكال تأخذ الإيجابيات من هذه التقنيات الخاصة بالاتصالات وتضيف لها تقنيات الإنترنت أوف ثينكس وتجعلها يعني فشيء ديديكيتد يعني خاص للإنترنت أوف ثينكس. الستاندردز اند اي او تي ديبلويمنت بلانز الخطط التوظيف للانترنت اوف ثينكس في الشبكات حول العالم مثل ما ذكرنا اولا رقم واحد 4G 5G واللي هي يتم ادارتها من قبل مجموعه ال 3 جي بي بي ثيرد جينيريشن بارتنرشيب بروجكت بنسبه كبيره جدا. طبعا بعد ذلك يجينا الاي تي يو اللي هو انترناشونال تيلي كوميونيكيشن يونيون اتحاد الاتصالات العالمي، ثم بعد ذلك تجينا الاي تريبل اي والاي اي تي اف اللي هي الانترنت انجينيرنج تاسك فورس، هذه يسموهن النون انترنت اوف ثينجز ستاندردز اللي هي ستاندرات عالميه فقط ستاندرات هندسيه خاصه بالاتصالات بصوره عامه والشبكات بصوره خاصه، ولكنها ايضا ستستخدم للانترنت اوف ثينجز لانه هو مثل ما ذكرنا عباره عن تجميع لستاندرات كثيره جدا وفي مكان واحد. وبعد ذلك تاتينا بقيه الامور اللي هي واحده من الامور الرئيسيه الخاصه بها هي الاندستريال اي او تي كونسورتيوم اللي هو اتحاد الشركات الخاصة بالإنترنت أوف ثينكس الخاصة بالتطبيقات الصناعية. هذه الأمور طبعاً هنا أيضاً من التيك أوت تيك أوي، طبعاً هذا البرزنتيشن راح يكون إن شاء الله مرفق في الديسكريبشن الخاص لهذا الفيديو على اليوتيوب. البرزنتيشن الثاني اللي هو للشخص الآخر من شركة كوردانت كان أيضاً يتحدث بصورة رئيسية عن الماشين تو ماشين، ويذكر لك بأنه هنا بأنه أعداد الأجهزة مثلا كانت المرتبطة بالإنترنت أوف ثينكس بال 2016 كانت 317 مليون، بال 2025 من المقرر أنه تكون 1.3 بليون وزيادة كبيرة جدا. طبعا الأجهزة اللي هي متصلة بتقنيات اللو باور وايرلس أكسس بال 2016 كانت 64 مليون، بال 2025 راح توصل إلى 3.4 بليون. تلاحظ بأنه بالنسبة لليو اس حاليا يعني
تخصيصات بالمليارات كبيره جدا لتقنيات الانترنت اوف ثينكس وبمختلف المجالات الاجريكلتشر سمارت بيلدينج الاندستريال لوجيستكس تراكينج يوتيليتيز كل يعني مجالات الصناعات الموجوده حول العالم هي تحاول انه تستثمر تقنيات الانترنت اوف ثينكس لزياده طبعا الانتاج زياده الارباح وغيرها من الامور الاخرى. هذا السلايد كلش مهم وكلش جميل جدا يعني من شفته صراحه يعني اعجبني كميه المعلومات الموجوده في داخله. هنا اقول لك بانه الانترنت اوف ثينكس كونكتيفيتي سبيس اللي هو مجال الاتصالات التي ستكون موجوده ومتوفره بالنسبه للانترنت اوف ثينكس لين يكون هناك تقنيه واحده فقط هي المسيطره على كل شيء، لانه اذا تحدثنا عن مستوى المسافه التي تغطيها الاتصالات اللاسلكيه التي تربط اجهزه انترنت الاشياء ابتداء من 10 متر الى 10 كيلومتر، تلاحظ بانه بالبدايه راح يكون عندك الفايف جي اللي راح يشتغل ما بين 10 متر وال 100 متر، قبلها اكو عندنا الزيجبي والبلوتوث هاي تشتغل حتى اذا اقل من 10 متر، الواي فاي ايضا تشتغل عندنا من 10 الى 100 متر. الفايف جي هنا تلاحظ بانه هذا المستطيل الاخضر طبعا يغطي هاي المساحه كلها وصولا الى هنا، يعني الفايف جي عندنا راح يشتغل من 10 متر الى تقريبا ال 50 كيلومتر ممكن انه يشتغل في هذه بهذا المكان طبعا، وهو طبعا راح يشتغل لك يعني من 10 كيلو بت بالثانيه الى 10 جيجا بت بالثانيه، يعني مقدار سرعه نقل البيانات طبعا. وبقيه التقنيات راح تكون موجوده ايضا يعني بالتوازي الزيجبي البلوتوث الواي فاي السيلولار 4 جي ال2 جي وال3 جي اللي هي طبعا تلاحظ بانه راح تكون هنا مغموره ومتضمنه في داخل ال4 جي وال5 جي، يعني ال5 جي راح يغطي كل هذه المساحه. الكات ام 1 الكات ان بي 1 الى اخره هذه كلها زي مثل ما ذكرنا اللي هي ال تي اي ام والنارو باند اي او تي. اكو عندك ايضا لو باور وايرلس اكسس واخيرا الساتلايت اللي يغطينا يعني ما بين ال 100 كيلومتر الى 1000 كيلومتر وبقيه التفاصيل. هنا نلاحظ بانه ال 3 جي بي بي مثل ما ذكرنا اللي هي متخصصه في مجال ال 4 جي وال 5 جي تركز على هذه التقنيات الثلاثه الرئيسيه اللي هي الانهانسد موبايل برود باند اي ام بي بي والماسيف ماشين تايب كوميونيكيشنز الام ام تي سي والالترا ريلايبل لو ليتنسي كوميونيكيشنز. هذه الوعود الثلاثه الرئيسيه التي تعد بها ال 3 جي بي بي بالنسبه لل 5 جي انه زيد لك قابليه الموبايل برود باند اتصالات ما بين الاجهزه اللاسلكيه المتنقله، ماسيف ماشين تايب كوميونيكيشنز بحيث توفر لك مليون جهاز في الكيلومتر من الاربع الواحد وقابليه الاتصال فيما بينها وتقليل قابليه الانترفيرنس والكوليشن وغيرها من الامور الاخرى، ولهذا الشيء طبعا مستحيل حاليا في الشبكات حتى بالنسبه لل 4 جي. الالترا ريلايبل لو ليتنسي كوميونيكيشنز اللي هو الاتصالات واطئه التاخير والعاليه الوثوقيه. هنا طبعا من يقول لو ليتنسي يقصد بها انه الاند تو اند ليتنسي شود بي ليس ذان 1 ملي سكند، انه الاتصال من النهايه الى النهايه يجب ان يكون بتاخير اقل من واحد بالالف من الثانيه. وهذا الشيء طبعا ايضا مثل ما ذكرنا هو غير موجود حاليا في شبكات ال 2G 3G حتى ال 4G، وايضا سيكون هو جزء مهم جدا ويعني وعد رئيسي جدا بالنسبه لل 5G، ولذلك احنا دائما نقول بانه الانترنت اوف ثينجز الحقيقي يعمل مع ال 5G اللي هو الوعد الذي تعد به ال 3 جي بي بي حاليا، واللي هو اكتملت مرحله الستاندردايزيشن وبدات الشركات تقوم بتصنيع اجهزتها ونصب ابراجها في الكثير من الدول حول العالم اليوم. هنا ايضا مثل ما نلاحظ بانه اليوز كيسز للكونكتيفيتي سبيس يعني حالات الاتصال او حالات الاستخدام لمختلف انواع التقنيات مع هذه يعني مختلف انواع التطبيقات لهذه التقنيات. تلاحظ بانه مثلا بالنسبه لل 5 جي في نقطه 10 جيجا بت بالثانيه مع 10 الى 50 كيلومتر بالساعه يعني او 10 الى 50 كيلومتر كمسافه العفو راح هنا تتصل يعني راح تكون مفيده بالنسبه للاوتوميتد كارز اللي هي السيارات ذاتيه القياده. قبلها بشوية اكو عندنا الكونكتد فيكلز اللي هي السيارات التي مرتبطة مع بعضها البعض. هنا اكو عندنا في نقطة ال 100 متر وسرعة 1 جيجا بت بالثانية كثروبوت يعني كسرعة ارسال واستقبال. راح تشتغل عندنا الفيديو سيرفلنس اللي هي المراقبة بالفيديو، الاندور لوكاليزيشن اللي هو تحديد المواقع في داخل البنايات، فيرتشوال باور بلانت، الكتريسيتي ميتر الى اخره. هنا طبعا البيمنت تيرمينال، سنسر نتوركس، الغاز اند ووتر ميترز. تلاحظ بانه كل واحده من هذه التقنيات راح يكون لها حيز من انواع التطبيقات المختلف عن المجالات الاخرى. فهنا يعني حتى مع وجود ال 5G حتى مع وجود الانترنت اوف ثينكس لن يكون هناك غنى عن هذه التقنيات، كلها ستعمل سويه في المستقبل. وهنا هو التحدي الحقيقي هو انه كيف تستطيع
كشركة تقدم حلول الانترنت اوف ثينجز، او كباحث يعمل على تطوير تقنيات الانترنت اوف ثينجز، او كمطور يعمل على توظيف هذه التقنيات في الصناعة، على انه تقوم بعملية الانتجريشن، جمع كل هذه التقنيات سوية في مكان واحد بحيث انه لا تتعارض فيما بينها ولا تقوم ب يعني تخريب بيئة العمل من واحدة الى الاخرى. هنا ايضا عندنا ما يسمى بالـ LPW1 اللي هو Low Power Wide Area Network. هنا ايضا هذا عبارة عن فد انتجريشن كبير ما بين الديفايسز واللو باور 1، بعد ذلك تجينا اللو باور نتورك اللي هو النارو باند اي او تي مثل ما ذكرنا ال تي ام ال تي اي ام لورا سيج فوكس وبقيه التقنيات الخاصه بالاتصال. هذا طبعا مثل ما ذكرنا هي فقط تخص الاتصال اللي هو راح يكون الطبقه الاولى والطبقه الثانيه من طبقات الشبكات. بعد ذلك راح تجينا نتورك سيرفر والاي او تي سيرفيس لاير، هذه طبعا راح تكون موجوده في الكلاود يعني. واخيرا الابلكيشن سيرفرز، هذه كلها طبعا راح تكون موجوده في الكلاود، وايضا يعني في علاقه بالسوفت وير ديفايند نتوركس ويعني الفصل ما بين اليوزر سبيس والادمنستريشن سبيس. ايضا يعني تو ماكسمايز ذا فاليو، لزياده قيمه الـ يعني التسويق والانتاج وزياده الارباح لهذه الشركات من يعني المعتمده على الانترنت اوف ثينجز، راح يكون اكو عندنا 5% خاصه ب السيم كاردز والسنسرز وغيرها، 5% بالنسبه للسمارت اوبجكتس كونكتد كاردز سمارت ميترز، 10 الى 15% للنتورك اوبريتورز. اما القيمه الحقيقيه المضافه فراح تكون بالنسبه للسيرفيس انيبل بلاتفورم سيستم انتجريتور والانترنت اوف ثينجز فيرتيكال ابلكيشن سيرفيس بروفايدر. الفيرتيكال ابلكيشن سيرفيس بروفايدر يقصد به هذا هو يعني كيف تقوم الشركه بتوفير كل هذه التقنيات سويه، وهذا الشيء طبعا الذي تقوم الكثير من الشركات بالعمل عليه حاليا. ايضا مثل ما نذكر يعني يذكرون بانه سابقا كان اكو عندنا نون ستاندردز ابروتش، كل واحده من الشركات تعمل لوحدها ثم بعد ذلك نقوم بعمليه الكونكتيفيتي للستاندرات المختلفه. في المستقبل المطلوب انه نقوم بعمل انترنت اوف ثينجز بلاتفورم الذي يقوم بربط الاجهزه المختلفه والتقنيات المختلفه مع بعضها، بحيث تكون الكونكتيفيتي فشيء يعني مستقل عن هذه المشاكل التي توفرها الانترنت اوف ثينجز بلاتفورم، واللي هي موجوده اليوم حاليا بالنسبه للكثير من الشركات. توفر لنا بلاتفورم يسهل لنا عمليه الاتصال ما بين الاجهزه المختلفه والسوفت وير المختلف وحتى التطبيقات المختلفه. هذا ايضا البرزنتيشن الثاني كان. بالنسبة للبرزنتيشن الثالث راح يكون هو الموبايل اي او تي تو 5 جي، وات يو نيد تو نو اباوت ذا فيوتشر بروف. اعتقد هذا الفيديو حاليا صار عندنا طويل شوية، فراح نحاول انه نشرح الجزء الثالث في الفيديو القادم. خليكم ويانا، شكرا جزيلا ومع السلامة.